تحياتي دكتور. اهلين دكتور راتب، اهلا وسهلا، تفضل. خير دكتور؟ قال عاوزيني ضروري. صحيح دكتور. بتتذكر جهاز الاشعه اللي تعاقدنا عليه مع شركه المانيه؟ ايه طبعا بتذكره دكتور، والجهاز لساته محطوط عنا بالمستودع بانتظار الخبير اللي بده يركبه. تمام، والخبير اللي بده يركبه رح يوصل بكره. عظيم جدا، معناها خلال يومين ثلاثه فينا نستثمر الجهاز ونشغله. ايه طبعا، وعلى هوا ما فهمت من الفاكس الخبير الالماني المستر ليبرمان يلي بعتينه لعنا شغله كبيره وحجه علميه ببلده. ايه طبعا اكيد بده يكون شغله كبيره كثير، لانه هيك جهاز معقد مو مين ما كان بيقدر يركبه ويعيره. ولهالسبب بدي منك يا راتب تقوم بواجب الزلمه على اكمل وجه. ايه طبعا دكتور، ولو هيك الاصول. وباعتبارك مدير العلاقات العامه بالمشفى ما الي ثقه بحدا غيرك حتى كلفه بهالمهمه. وانا جاهز دكتور، وان شاء الله بنقدر نبيض لك وشك. مو وشي اللي بدك تبيضه يا استاذ راتب، بدك تبيض وش البلد، وش الوطن. يا سيدي الله يخليك، شو الفرق؟ انتو والوطن حال واحد. شكرا لمجاملتك استاذ راتب. في نقطه مهمه حابب اوضح لك اياها. تفضل دكتور، شو هي النقطه؟ هدول الالمان مثل ما بتعرف عند الرفعه مناخير بلا طعمه، وبصراحه اكثر مو شايفين حدا قدامهم، وبينظروا لنا على اننا شعب متخلف وبعيد جدا عن الحضاره. مو كلهم دكتور غزوان، مو كلهم، لانه انا بزماني اجتمعت مع واحد الماني بمدينه بريمن هافن. كلهم ولا نصهم؟ مو هذا المهم، المهم لازم نورجي للمستر ليبرمان انه بلدنا متقدمه ومتطوره. يعني خلال زيارته القصيره لعنا لازم يشوف اشياء عن بلدنا ما كان يتوقع يشوفها بحياته. يا هاي شغله بسيطه دكتور، يعني اذا ما نسيتوا المانيا كلها ما بيكون اسمي راتب، طمنوا. يا عيني عليك، يا عيني عليك، شو بطل. لذلك بدي اياك تضل مرافقه من اول ما بينزل من الطياره وبيحط رجله بالمطار هيك لحتى يرجع على الطياره. ولا يهمك استاذ، رح اتبق لك يا فرد دبقه. بس امتى موعد طيارته يا ترى؟ بكره الساعه 12. اولا استقبال في المطار، ثانيا الذهاب الى الفندق، ثالثا دعوه الى العشاء بحضور مدير المستشفى. راتب حبيبي، خد هاي الجرافة، كثير بتلبق على الطعم اللي انت لابسه. ما لا لا، شو الجرافة هي؟ ما لقيتين غيرها؟ ليش بها؟ طول عمرك بتحبها. مو المهم انا حبها، المهم مستر ليبرمان يحبها وتلفت نظره. لا، وشو دخلوا المستر ليبرمان بجرافتك كمان؟ ما دخلوا، بس انا بدي اطفي الطفي لهالليبرمان، بدي البس طقم وجرافي بحياتهم وشايفهم لحتى فهموا بطريقه غير مباشره انه نحن العرب مزوقين وبنعرف نلبس. هاتي لقلك، اعطيني الجرافي الفرنسيه يلي جبتها معي من نيس السنه الماضيه. لحظه لحتى ادور لك عليها. بالذات يا هن جد جده لليبرمان ما بيحلم يلبس مثلها. ليش؟ لانها سينيه وماركه اصليه من اشهر ماركات العالم. صدقيني دفعت حقها 1000 فرنك فرنسي وقطعت عن تمي واشتريتها، بقى احسبي لي اياهم كم ماركه بيطلعوا هدول. هلا انت كثير شايفني فاضيه لهالحسابات. هي الجرافي، شرف. يسلم ودياتك. شايفه شايفه؟ دسي دسي، شو ثقيله. لك ثقيله ما اختلفنا، بس حبيبي مو لابقى الطقم اللي انت لابسه. لا لا بالعكس، لا تغلطي. عامله تضارب بالالوان بيطير العقل، واهم شيء بنظريات الموضه الحديثه هو تضارب الالوان، ولازم المستر ليبرمان يعرف انه نحن العرب بنفهم بنظريات الموضه الحديثه. مو جماعه هات ايدك والحقني. قسما بالله يا هند، اذا ما عقدت لك يا لهالخبير ما بيكون اسمي راتب. وين الكندره الطليانيه اللي اشتريتها من شتوره ولسه ما لبستها غير لبستين؟ طيب لحظه لاعطيك اياها. شلون شايفتيني؟ شلون شايفة؟ تمام. كنت رح انسى بخبر فان، من انو برفان بخبي رأيك؟ حي الله، كل البرفانات اللي عندك ريحتها حلوة. اصبح رح بخ من هذا البرفان المكسيكي، هذا نوع جديد اسمه ساريتا مرسيدس، ويمكن لسه ما وصل لألمانيا لحد هلا. هلا انت متأكد انه اللي جاي لعندك خبير؟
طبعا خبير، لكان سعدان. يعني بدك تقنعني انه كل هاي الشياكة مشان تروح تستقبل رجال؟ بدك الصراحة راتب؟ انا قلبي شاككني انه خبيرة مو خبير. لا حبيبتي اطمني، خبير مو خبيرة، بس هذا خبير ألماني مو اي كلام. استناني هون ولا تتحرك من مطرحك. ها عفوا يا استاذ. نعم الوقفه هون ممنوعه. نعم الوقفه هون ممنوعه. روح عن عمي روح. شو ناوي تبهدلنا قدام الالمان انت؟ لك على الحكي ليك. طول بالك يا اخونا، طول بالك شوي. بعد هيك لك شوي بدنا نوقف. بعد هيك مرحبا. اهلا وسهلا. مو حضرتك عم تستنى مستر ليبرمان؟ اي نعم. وشو علاقتك بالموضوع؟ ايش بن مستر ليبرمان؟ انت الخريب انت الخبير ليبرمان؟ ايه انا الخبير ليبرمان. ليشك لابس؟ قصدي الحمد لله على السلامه، نورت البلد. شرفت. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا شكرا جزيلا. وبتحكي عربي كمان؟ الهيئة انا بروحه بيجي كتير على الميدل ايست فبعرفك يا عربي. شرف شرف، السيارة عم تنتظرنا برا. شرف تفضل. تفضل. يا اهلا وسهلا مرحبا. تفضل. إن شاء الله تكون عجبتك السيارة مستر ليبرمان. إيه حلوة. هي أحسن سيارة عنا بالبرقاب. سيارة ألمانية فول أوبشن مثل ما لك شايف. مدير المشفى دكتور غزوان هو يلي عطى التعليمات مشان نستقبلك بها السيارة بالذات. شكراً شكراً جزيلاً. شايف قديش مريحة السيارات الألمانية؟ نحن بالمستشفى كل سياراتنا ألمانية، حتى سيارات الإسعاف ونقل الموتى. شلون ملاقي التكييف؟ منيح ولا قوي لك يا شوي؟ قوي العيار شوي مستر ليبرمان، لا تستحي قلي. لا لا هيك تمام منيح كتير. على فكرة هذا المكيف اللي بالسيارة كوري، لأنه المكيفات الكورية يا أخي غير شكل. صحيح السيارة ألمانية، بس نحن لما طلبنا هالسيارات من الشركة حطينا شرط بالعقد أنه تكون المكيفات كلياتها كورية، واشترطنا عليهم كمان يحطوا فيها مجموعة صوت أمريكية. أبو عدنان سمعوا صوت المسجلة، سمعوا. يا عيني شو بيحب يسمع؟ خبير ألماني هاد، شو بده يسمع يعني؟ مين جنى وعتابة؟ حط له لويتني هيوستون، هي عالمية، بتحب ويتني هيوستون مو هيك؟ أوكي، أوكي، ويتني هيوستون، ويتني هيوستون. ما عندي شرايط ويتني هيوستون. ولا شريط أورخن شيركة؟ لا والله أستاذ. أصبح أنا رح سمع أغنية ألمانية بتذكره بفلكلور شعبه وبلده. شو رأيك مستر ليبرمان؟ اوكي اوكي. Der Menschen sind Gottmenschen, aber der Spiegelfanchen. Ich liebe dich, Fraulein Hansen, Wilhelm den Schicklich Menschen. Der Menschen sind kein Menschen, aber der Spiegelfanchen. Ich liebe dich, Fraulein Hansen, Wilhelm den Dorn Menschen. شايف هالأوتيل مستر ليبرمان؟ شبه؟ هذا من الأوتيلات الفخمة اللي عنا، مبني على الطراز الإيطالي ومصممه مهندس برتغالي، وهلأ عم تديره شركة إيطالية. شايف هالفخامة هاي؟ شايفها؟ كم كم هيراين بيتي كم. أهلا
Believe me, it's not very expensive. And above all, you will be very satisfied. شايف مستر ليبرمان؟ الموظفين هون كلهم بيحكوا انجليزي مثل البلبل. لا ومو اي انجليزي، انجليزي بلكنة ايرلندية. والروم سيرفيس بيحكوا انجليزي بلكنة هندية. شو بيقولوا؟ Do you want anything else, sir? We are here to serve you perfectly, sir. That's cool. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. المستر ليبرمان خبير ألماني، ضيف شركتنا. أهلا وسهلا. هلو. في حجز باسمه ما هيك؟ إيه طبعا دكان. شايف مستر ليبرمان، كل شيء عنا نحن العرب على الكمبيوتر، حتى الحجز. مزبوط، في حجز باسم السيد ليبرمان. تفضل هاي. شكرا. بس ممكن الباسبور لو سمحت؟ إيه طبعا طبعا. أنت شو بدك إنزي؟ داين باسبور. فهمت عليها. شكرا. شكر لك. تفضل. شايف مستر ليبرمان؟ شايف على هالفخامة؟ شايف هالتريا اللي بالسقف؟ هي تريا تايلاندية، الله وكيلك ضلوا الخبراء التايلانديين يركبوا فيها 5 أيام. تفضل تفضل مستر ليبرمان. شايف هالأسانسيرات مستر ليبرمان؟ هالأسانسيرات كلها إيطالية. لا بتخربط ولا بتنتع ولا بتقطش وما لها صوت ابدا. هلا بتسمع باذنك. بيتي بيتي. ما قلت لي شو رايك بالغرفه مستر ليبرمان؟ معقوله. معقوله وبس؟ الله يسامحك، بترجاك مستر ليبرمان لا تبخسنا حقنا نحن العرب. طلع منيح، شوف هالفرش كله. على فكرة هالفرش نمساوي، الخشب سويدي، بياضات تخوت صينية، البرادي فنلندية، المخدات ريش نعام من الحبشة. عفوا مستر ليبرمان، يمكن انتم مفكرين انه نحن العرب لساتنا عم نركب الجمال ونسكن بالخيام ونشرب حليب معزة، مو هيك؟ شوف شوف فور جاد سيك مستر ليبرمان، شوف إنارة هالغرفة ما أحلاها، كلها على الطراز الأوروبي القديم، أنتيم، خافتة مشان الريلابس، والتلفزيون شوفت عينك، ياباني، والبراد أوكراني، المكيف كوري، الصابون تركي، السيراميك إيطالي، طقم الحمام هندي، المناشف والبشاكير قبرصية، والشامبويات فرنسية. أوكي أوكي. بس أنا الحقيقة هلأ حابب ارتاح من الرحلة لأني تعبت فيها كتير، إذا سمحت يعني. طبعاً طبعاً ارتاح وخد راحتك على آخر. بس لا تنسى مستر ليبرمان، اليوم المساء في عندك دعوة على العشاء، الدكتور غزوان داعينا على العشاء بالمطعم البلقاني. أوكي أوكي أليس فاشتين. على كل حال راح أبعتك الشوفير ياخدك الساعة 9. مين الساعة 9؟ يا زيبوي. أوكي مستر ليبرمان، أوفيدر زين. Oh my darling, Caroline, سفر بريه اف منتار. لوين يا مهون؟ عازم الخبير الألماني على العشاء. وإنه شو قصة الخبير الألماني؟ والله لو عازم كلوديا شفر على العشاء ما بتتشير كل هالشياكي. سبق وقلت لك يا هند إنه لازم نظهر بمظهر لائق ومتألق وحضاري. إيه بس هذا المظهر الحضاري زاد عن حده كتير، وأنا بصراحة بلش الفار يلعب بعبي. هلأ بدل ما يلعب الفار بعبك تعي دوري لي على أنينة البارفان البلجيكي. ليش هذا البارفان اللي حاطه شو؟ صحيح والله نسيت اني بخيت بارفان نمساوي. لك اي الله ستي، البلجيكي والنمساوي نفس الجودة، كله اتحاد أوروبي. شفتي لي وين حاطط علبة السيجار الكوبي كوهيبا؟ بدي أخدها معي على السهرة. حضري لي اياها الله يرضى عليك. راح شوف حالي عم برايش شوي. شايف شو في عنا أصناف أكل ببلادنا مستر ليبرمان؟ ببلادكم؟ يلي بقصده شو ما طلبت بتلاقي. خد هالطاولة يلي قدامك مثلا، السمك إسباني، الإريدس تايلندي، الخبز كندي، الكاتشب يوناني، الرز صيني، البهارات هندية، الكافيار روسي، العجة تركية، الشوربة كازاخستانية، اليلانجي شيشاني، حتى
حتى الفواكه مستر ليبرمان كمان مستوردة. التفاح أمريكي، الموز صومالي، الأناناس حبشي، كيوي استوائي، مانجا أنغولية، لوز إيراني. مد إيدك أخي ليبرمان، ليش ما عم تاكل؟ كول؟ ناين ناين، داس سكنوك، أنا أكلت، خلص. أصبح شو بتحب تشرب مستر ليبرمان؟ اطلب بتمنى، هون في عنا أي مشروب بيخطر على بالك. أوكي، مثل ما بكون، على ذوقكم. طيب، شو رأيك بالباندو موندو؟ لا آه آه، تقيل على معدته كتير. لا يا زلمة خفيف، مهضم هاد. أفوان بس، شو هاد باندو موندو؟ الله يسامحك، معقول مو سمعان باسمها الشراب؟ معك حق، بيجوز لهلأ ما وصل الباندو موندو لألمانيا. هذا يا سيدي شراب، شراب استوائي بيطير العقل. هلأ دو متر أحمد. أيوة. الله يرضى عليك، بدنا ثلاثة باندو موندو. شكرا. وسط لو سمحت. هذا دايجستيف. أخصو. شو صار مع الخبير بعدين؟ لسه ما خلص تركيب الجهاز؟ طيب طيب خليك معه لحتى يخلص. الله معك. شو مضيع قلت لي؟ برغي، بس مو حي الله برغي، برغي خاص بهالآلة. ايه وبعدين؟ دور عليه كتير وما كان يلاقي. والعمل؟ والعمل؟ والله ما بعرف، المستر ليبرمان عم يقول انه هالبرغي ضروري كتير وما فينا نشغل الجهاز بدونه. لك يا اخي انزلوا معه على السوق واشتروا له البرغي اللي بده اياه، ما معقولة ما تلاقوه. بعتنا مدير المشتريات على السوق واخذ معه قياسات البرغي مطلوبة، بس ان شاء الله يتوفق ويلاقيه. لك يا سيدي بلاقي بلاقي، يعني معقولة بكل البلد ما نلاقي شقفة برغي؟ مستر ليبرمان شوف لنا هالبرغي بيشتغل معك؟ عظيم، هذا هو القياس المطلوب. عظيم كثير، طمنتني. بس ما بيشتغل معي. ليش؟ لأنه سيني. ايوه. طيب شوف لي هالبراغي هدول كلهم على نفس القياس بيشتغلوا يا ترى؟ هاد تايواني ما بيشتغل معنا، وهاد انجليزي كمان ما بيشتغل معنا، جنوب افريقي ما بيشتغل، هاد ماليزي، هاد ايطالي. ايش بنا مستر ليبرمان؟ يعني من كل هالبراغي ما عجبك ولا برغي؟ مستر راتب، هذا جهاز الماني، يعني لازم كل شيء يكون فيه الماني، ونحن خبراء المان، يعني لازم كل شيء يكون الماني، حتى البراغي، كل شيء 100%. يا حبيبي، كله شقفة برغي، دبروا كيف ما كان مستر ليبرمان، دبروا. مستحيل، ما بيصير، نحن المان، ومنحب كل شيء يكون شغل المانيا، المانيا يعني ميد ان جيرماني. شو هالحكي؟ ومنين بدنا نجيب له برغي الماني؟ شو بعرفني؟ الله وكيلك برمنا الأسواق كلها، وإنه كنا نلاقي برغي ألماني عبس. لا تتعب يا دكتور. طيب والحل يا أستاذ راتب؟ والله يا دكتور غزوان ما في غير حل واحد قدامنا. هات لشوف شو هو. لازم نبعت فاكس على ألمانيا ونطلب البرغي حتى يبعتونا إياه بالشحن الجوي. بس هالشغلة بتكلف وبتاخد وقت. طيب شو بدنا نساوي؟ ما في غير هالحل. لا حول ولا قوة إلا بالله، العمى بقلبه لهالخبير الألماني حشرنا بخانة اليك. فظاعة، شو عنيد وراسه يابس. شايف دكتور؟ خلص ماشي الحال، ابعتوا فاكس على ألمانيا. حلوة والله نوقف جهاز طويل عريض مكلف ملايين من شان شقفة برغي. ايه بس برغي ألماني دكتور. اطمن مستر ليبرمان، بعتنا فاكس على الشركة الألمانية وطلبنا البرغي. ايه كويس كثير، وشو جاوبوا؟ قال خلال 3 أيام بيكون البرغي عنا هون بالشام. ممتاز كثير مستر راتب. ممكن تطلب منك طلب؟ ايه ولو تفضل، بس اوعى يكون بدك شيء برغي تاني. ها
لا 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 ابدا، بس هيك انا عندي فضول اني اعمل جوله بالمشفى وتعرف على اقسامها والتجهيزات اللي فيها. ايه على عيني وراسي، هلا بنعمل جوله وراح تشوف بعينك قديش المستشفى متطور وقديش في عنا تجهيزات حديثه. شرف معي زين. ايه استاذ راتب، خدوا على غرفة العناية المشددة وخليه يشوف بعينه الأجهزة المتطورة يلي عنا. لك حاجة بقى شايف حاله علينا؟ لا شو؟ قال بده يحط على عيننا وحدة بعصة هالبرغي. شوف مستر ليبرمان، هالغرفة هاي من أحدث غرف العناية المشددة بالعالم، ركبتها شركة فنلندية ومو ناقصة شيء أبدا. وهي عندك مثلا جهاز الإيكو هداك، جهاز فرنسي متطور جدا وملون، وجهاز القلب هداك أمريكي هاي سنسيتيفيتي، وهداك الجهاز ياباني تركيب كوري، وهداك تركي، وهذا هون ألماني من عندكم، وهداك تجميع دول الاتحاد الأوروبي. عفوا مستر راتب، بس ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل ولو مستر ليبرمان. يعني أنا حابب شوف شيء صنع سوريا، يعني شيء محلي بهالغرفة. ما في شيء محلي أبدا بهالغرفة؟ شيء محلي؟ والله يا مستر ليبرمان ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني شو الواحد هاد من عنا. ما في غيره. مين عم يتصل تليفونات وش الصبح؟ قول. أهلا يا أبو وحيد. ليش خير شوفي؟ لك فهمت يعني ما بتقدر تقلي هلا؟ طب قلي شوفي والله شغلت اللي بالي يا رجل. جاي. طيب ماشي. لا شو بدي اتاخر لك؟ جاي مسافه الطريق كون عندك. يا الله مع السلامه. مين هذا ابو لبن؟ شوفي ابو وحيد ما بعرف شو بده مني. وش الصبح لسه الساعه 6 الصبح، ليش مستعجل كل هالقد؟ يعني ما فهمت شو بده؟ ما لمح لك عن السبب؟ قال ما بيقدر يقول لي شيء على التليفون. هذا اكيد في صفقه مهمه، والا ما كان زعجك وفيقك من النوم قبل الشحاده وبنتك. والله ماني عارفه شو بدي لك يا ام لما، صدقيني قلبي ماله مطمن لهالتليفون. انت اتكل على الله ولا تتشائم، وان شاء الله ما بيصير لك الخير. ان شاء الله. ما بدك تغسل وشك قبل ما تروح؟ هلا وقت غسيل وش انت الثاني؟ طيب روح بسرعه وخبرني شو بيصير معك، لا تخليني بخبر كان. تعرفي انت رجعي نامي ولكن لك فكري، بس ادعي لي الله يجيب العوائب سليمه. ماشي. طيب مع السلامة. شو هالمصيبة هي؟ فعلا هالقصة لا كانت لا على البال وعلى الخاطر. ايه وبعدين؟ يعني شو بدنا نسوي بحالنا؟ كيف لازم نتصرف؟ والله ما بعرف يا ابو ماجد، خايف يكون سبقنا الوقت وما عاد يطلع بايدنا شيء. فعلا الله يجيرنا من ساعة الغفلة. وبيني وبينكم كان لازم نحسب حسابنا لهيك يوم أسود، بس هلا سبق السيف والعزل. الله يستر. صباح الخير. صباح النور. أهلا أبو نمر. خير شوفي، ليش استدعيتوني بهالسرعة؟ يا جماعة احكوا شو صايركم؟ شوفي شو صاير؟ والله شغلتولي بالي. عود أبو لما عود. إيه؟ ليش أنتم مكركبين وجوهكم ما بتتفسر؟ احكوا لشو؟ امبارح شكلوا لجنة من أين لك هذا؟ وإذا يعني شو هي أول مرة بيشكلوا فيها لجنة؟ صحيح هي مو أول مرة، بس هالمرة مختلفة عن كل المرات اللي قبلها. شلون يعني؟ تعرف مين حطوا رئيس لجنة؟ لا والله مين يعني؟ حطوا أبو غضب رئيس لجنة. شو هالحكي هاد؟
أبو غضب بذاته؟ إيه سيدي، أبو غضب بشحمه ولحمه. معناتها أنا خرب بيتي وبيت اللي خلفوني كمان. ونحن كمان رح يلحقنا البل وناكل هوا بالمعلقة. العم على الحظ. ولك شو جاب أبو غضب على بالهم لحتى يعينوه رئيس لجنة؟ شو بيعرفني؟ عفوا يا جماعة، أنا بسمع بأبو غضب بأنه مسؤول مهم، بس يا ترى شو طباعه؟ أولا لا بينحلب ولا بينجلب ولا بيبلع، ووشه على طول ما بيتفسر، ما بيضحك للرغيف السخط. ولما كان مدير عام كانت الإدارة ماشية بالعصاية، وما كان حدا يقدر يفتح تمه معه ولا يخالفه بكلمة واحدة. بس على هو ما بعرف يا جماعة، أبو غضب متقاعد من زمان، بقى شو اللي خلاهم ينقوه هو بالذات رئيس اللجنة؟ لك طبعا بدهم يعينوا واحد مثله، لأنه هذا ما حدا بيقدر يمون عليه. وسمعت إنه عاطينه صلاحيات أكثر من صلاحيات الوزير. العم على المصيبة. هي مو مصيبة، هي كارثة. لك هي بلوة وابتلينا فيها. صراحة يا جماعة أنا قلبي نائزني وحاسس إنه القصة ما رح تعدي على خير أبدا. هدول كل الملفات اللي درستوها؟ نعم سيدي، هدول هنن كلهم. محرزين والله. طبعا محرزين سيدي، صار لنا زمان عم نجمعهم. ويا ترى استعنتوا بفرع المعلومات؟ نعم سيدي استعنا، والجماعة كانوا كتير ظراف، ما بخلوا علينا ولا بمعلومة واحدة. وهدول كل الملفات ولا لسه في غيرهم؟ يعني بدك تقول هدول النخبة سيدي. ماشي الحال. والله لو رجيون نجوم الطهر والله، حتى يعرفوا مين هذا أبو الغضب. طنت إني يا جماعة، أكيد هلا بيكونوا جايبين سيرتي، ما في مجال. وليش سيرتك أنت مو سيرتي أنا مثلا؟ اكلنا بالهوا سوايا. طبعا هذا ما عنده درنا مشطة، بقى الله يسترقى ولا يفضحنا بجاه محمد سيد الأنبياء. انتو فكرتولي بمين بدنا نبلش التحقيق بالأول؟ سيدي أنا لقيت طريقة، بس ما بعرف إذا كانت تعجبكم ولا لا. شو هي؟ شرفوا سيدي. شو ها؟ ورق لعب شدة. شدة؟ نعم سيدي، وصور المطلوبين كلهم على ورق الشدة. ومنين اجتكم هالفكرة؟ سيدي لأنه طلع عدد المطلوبين 52 واحد. القهوة سيدي. يسلم هالإيدين يا أبو عصام. إن شاء الله ألف صحة وأنا يا سيدي. طاع. هاد هو اللي راح نستفتح فيه. أعطوني ملف لشوف. طنيت إدني مرة تانية يا شباب، وأنا لما بيطلوا أداني أكيد راح تلحقني مصيبة. لك حاجتك خرافات بقى يا والله، أما طلنا علبنا شباك. شرف سيدي هذا ملف. مو هاد اللي شفت ملفه قبل شوي؟ بالضبط هذا هو سيدي. بالظاهر حظه مسخم سيدي. باين هالإنسان ماله قليل منوب. يا سلام، شو هالحداقة؟ شو هالفهم؟ الله لا يوفقك، منين جايب كل المصاري؟ عملوا لي محضر جلسة. حاضر سيدي. سجل عندك. بيان رقم واحد. اشطبوها اشطبوها. اكتب قرار رقم واحد. أهلين أبو عصام، سمعونا يا شباب، سمعونا إذا بتريدوا أبو عصام على الخط. إيه أبو عصام، إيه شو هالحكي؟ معقول؟ إيه وأنا شو وضعي؟ شفتهم بعينك؟ آه. إيه طيب طيب، وينك؟ الله يرضى عليك، طمني الأخبار أول بأول. على راسي. أبو عصام أبو عصام، إذا بتقدر كمان احفظ لي الاسماء. ايه ماشي الحال، مع السلامه يا ابو عصام. طمني
طمنا ابو حي، طمنا. شو قال لك ابو عصام؟ حاطين الصور على ورق الشده. اني شده؟ اني شده يعني شده ما غيره. تضرب على هالموضه ما اغلظها يا جماعه. والله قلبي مو مطمن. دخلك ما قال لك ابو عصام اذا كانت صورنا موجوده بالشده ولا لا؟ لسه ما بيعرف لانه ما قدر يشوف شيء، بس رح يخبرني اذا صار عنده معلومات جديده. الله يمرق الغيم بخير وسلام يا رب. امين يا رب. هذا موبايلي، موبايلي. اهلين ابو محجوب. شو؟ ايه شو في؟ خير؟ ايه؟ طيب؟ وان شاء الله اعطيتهم الرقم؟ الله لا يعطيك عافيه. ما قلت لكم يا جماعه، ما قلت لكم لما بطن ادنيه بده يصير معي مصيبه؟ هي اتصلوا ابو محجوب اعطاه الرقم موبايل. يا جماعه انا خرب بيتي. شو بتعمل؟ شو الرقم؟ بس ما يكونوا هني. مين قصدك؟ مين يعني؟ مين يعني البلد الاعظم مين بده يكون؟ مو لهالدرجه. انت الثاني شبك مرعوب، رد على الموبايل. لك شبك معقول هذا الكلام؟ بركي واحد عنده معلومات جديده. رد رد ولا تخاف، لسه معلق الخط. الو، انت ابو لما؟ اي نعم. مين معي بالله؟ انا ابو الغضب. احترامي سيدي. تعال لعنا بكيفك حالا. لوين سيدي؟ لا تجذبها. انت بتعرف وين بداوم انا. بعد 5 دقائق بتكون مزروع عندي هون، مفهوم؟ حاضر سيدي، مفهوم. هاي طلبوني الجماعة، بالظاهر بدهم يستفتحوا فيه. سيدي ابو لما موجود برا، خليه يدخل. حاضر سيدي. احترامي سيدي. اهلا وسهلا، شرفت. انا من زمان حابب اتعرف على هالوش الحلو. شكرا سيدي. انت من 4 سنين كنت تشتغل شوفير تاكسي؟ نعم سيدي. ابوك كان يشتغل بسكليتاتي وتوفى من 10 سنين وعليه دين 2050 ليرة. وفيتهم سيدي، وفيتهم. اتجوزت من 8 سنين من بنت السمان ابو رياح يلي فاتح باب سريجه. نعم سيدي صح. برات البلد ما طلعت؟ لا 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 ابدا ما طلعت، ما طلعت. يعني مالك لا خال ولا عم لا بالبرازيل ولا بالارجنتين ولا بفنزويلا؟ لا سيدي مالي حدا. يعني مالك ورتان ورته محرزه؟ لا مالي ورتان شيء. عندك هلا 3 شركات ومعملين وسلسله محلات ومطاعم. مزبوط سيدي. ثروتك تقدر ب$100 مليون تقريبا سيدي. قرب لعندي لشوف. قرب كمان، حط عينك بعيني. بدي ورجيك نجوم الظهر اذا ما بتشرح لي من وين جبت كل قرش بثروتك، مفهوم؟ حاضر سيدي مفهوم. يا ابو عصام. نعم سيدي. بعت لي الشباب. سيدي انا بس لو تسمح. راس تضرب بها الراس. نزلوا لتحت وعطوا ورقه وقلم. بدك تكتب لي تقرير كامل عن ثروتك من اول قرش دخل لجيبتك لل$100 مليون اللي صاروا معك. خذوه. انا يا سيدي بس لو تسمح لي، بس لحتى احطك بالصوره يا سيدي. هذا المصاري اللي معي. عفوا سيدي، يعني ليش حقت معه؟ انا برايي ما كان في ضروره نهائيا، لان بالاصل كل شيء واضح ومبين. مو انتم اقترحتوا ورق الشده؟ انا عم بتبع الطريقه الامريكيه. سيدي المحروس ابنكم برا بده يشوفكم. شو بده هلا؟ سيدي ما بعرف، قال شغله ضروريه. خليه يفوت. حاضر سيدي. تفضل. مرحبا. بابا عفوا، بس في شغله ضروريه بدي احكيها معك. تفضل احكي لشوف، مالك شايفني مشغول؟ شغله عائليه شوي. طيب اذا عائليه ماشي الحال. لو سمحتوا. هات لشوف شو هالشغلة العائلية بقى.
بابا انتو مع مين كنتو عم تحققوا هلا؟ شي انت شو دخلك بهالقصة؟ هلا انت بس قل لي. مع واحد اسمه ابو لما. طيب انت بتعرف مين هذا ابو لما؟ لا والله ما بعرف. بعدين مين ما كان يكون، انا ما عندي كبير الا الجمال وصلاحياتي الممنوحة اللي بتسمح لي. بابا هذا موظف عنا وشركاته ومصانعه ومحلاته. قلنا شو عم تحكي؟ قلنا؟ ايه بابا قلنا. شلون يعني كيف هيك؟ بابا بتتذكر ال50 مليون دولار اللي طلبت مني طلعهم برات البلد قبل 3 سنين لما كنت انت مدير عام؟ ايه تذكرت. وقتها ما حبيت طلعهم برات البلد مشان الاقتصاد الوطني. ايه وشو عملت لكان؟ استثمرتهم هون بالبلد وجبت هالمعتر وحطيته بالواجهة وبدون ما يعرفني. لا حول ولا قوة الا بالله، لانه اتصل بالشباب قبل ما يعملوا له اللازم، لانه اختلفت الامور 180 درجة. حلوة كتير. لا حول ولا قوة الا بالله. مسكين هالصايغة شلون ضحك عليه. هلا انت ليش فرحانة كل هالقد؟ شو بدك يعني ابكي لكان؟ الموضوع كتير طريف وبضحك. هلا هذا طريف هاد؟ فظاعة انتو النسوان، شلون بتتاخدوا بالمسلسلات والبرامج؟ هلا نحن منتاخد؟ طبعا، لانه الموضوع اللي طار عقلك فيه انا شايفه ساذج كتير وفي اغفال لقدر الصياغ وتخفيف من شأنهم وتصويرهم على انهم سجاج او قليلين حيلة وبسهولة هيك بينضحك عليهم. وليش هيك انحمقت كل هالقد؟ لانك صايغ يعني؟ لا اسوها، لا تفهميني غلط، انا مالي متعصب لزملاء مهنتي، بس كل ما هنالك اني ضد حشو ادمغت المشاهدين وخصوص النسوان بمعلومات مغلوطه. هلا كل الناس اللي بيشوفوا هالحلقه رح يقولوا يا حرام هالصياغ قديش حوبه، وبسهوله عم ينضحك عليهم وبصيروا ينظرونا بعين الشفقه، بينما الواقع مو هيك ابدا. طيب شو رايك اذا قلت لك انه هالقصه هي حقيقيه وصايره بسوق شرفته وانسته؟ أكيد المؤلف أخذ القصة من الواقع وما جاب شي من عنده بنوب. ولو كانت صايرة هذا مو مبرر أبداً أنه نطرح هيك نموذج على الشاشة ونعممه. طيب هلأ لو أنت كنت محل هالصاير ما كانت مرقت عليك هيك قصة؟ أنا؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ أنا تمرق علي هيك قصة؟ لا ومو بس أنا، 99% من صياغ البلد ما بتمرق عليهم هيك لعبة. ليش؟ لأنه الصايغ يا خانم عبارة عن بني آدم مجبول بالشك ومعجون بالريبة. أنا أشك فإذا أنا صايغ، شغلة معروفة. يعني أنا مثلا بشك بكل هالعالم وبكل الزباين، وبالغني قبل الفقير، وبالزبون المهيوب قبل الزبون المشرشح. أبي بتعرفي لأبي إذا فات لعندي على المحل بتعامل معه بحذر، هيك أنا تعودت. أنا مثل غرورك هاد وعن جهيتك ما شفت. مو قصة غرور يا سوها، لا تفهميني غلط، أنا صار لي 15 سنة بهالمصلحة ولسه لحد هلا ما انسرق لي الشيء. ليش؟ لأني واعي وعندي حدس قوي، بحيث أني بعرف الزبون وبقفره من تطليعة عيونه، وبعرف إذا كان فايت يشتري أو فايت يتسلى أو فايت لهدف مو شريف. بعدين الصايغ أقدر الناس على فهم نفسية المرأة، يعني فرويد عالم النفس قدام الصايغ ولد صغير. لا شو هالحكي؟ طبعا الصايغ بيعرف اذا كانت المراه مزنوقه او مكركبه او متخانقه هي وجوزها او حدا عم يهددها او ماسك عليها شيء. يخزي العين عنكم، ماني دريانه ان الصياغ عندهم كل هالمواهب. اسمعي هالقصه لكان. السنه الماضيه فاتت لعندي زبونه بيضه شقره بتاخذ العقل، لابسه الفرو وايديها معبايه ذهب، ويلي بشوفها للوهله الاولى بفكرها يا بنت مليونير يا بنت شي مسؤول كبير بالبلد. بس أنا من أول ما وقعت عيني عليها عرفت إنه فالصو. هيك سبحان الله، الله ألهمني إنه هالبنت في وراها قصة، فردت لها هالمباريم حسب طلبها لتتفرج عليها، وأنا عم راقبها من تحت لتحت، ما شف لك ياها إلا وطالعت مبرومة تقليد من قلب كمها، وقبل ما تبدلها بالمبرومة الحقيقية ضربت إيدي على إيدها قلت لها عندك وين رايحة يا خانم وين؟ مو كل الطير بيتاكل لحمه. إيه وشو عملت بعدين؟ شو بدها تعمل يعني؟ قعدت تتوسل وتترجى، يستر عرضك داخلي على طولك داخلي على عرضك يستر حريمك من الحكيات. وانت شو قلت لها؟ قلت لها ماشي الحال، يلا روحي بطريقك، بس اوعك تاني مرة تفكري مجرد تفكير انك تدعسي عتبة هالمحل برجلك، وإلا عاقبتك وخيمة. وراحت؟ ايه راحت. وامتى صارت معك هالقصة؟ قلت لك السنة الماضية.
وليش لهلأ حتى حكيت لي إياها؟ ما أجت مناسبة. هلأ سنة كاملة ما لقيت مناسبة لتحكي لي هالقصة؟ إيه وليش مستغربة؟ ماني مستغربة، بس ليش ما خبرت عنها الشرطة؟ قلت لحالي يا ولد مو محرزة المسألة، تسكر محلك وتعطل حالك وتعلق بالسين والجيم. بس هيك؟ إيه بس، شو قصدك يعني؟ يعني ليكون لأنها بنت حلوة بيضة شقرة قلبك حن عليها، خفت عليها من البهدلة والشرشحة قدام العالم. لك سوها أنت فظيعة، خيالك بيروح لبعيد كتير. يعني شلون أنا بشك بكل زبون بفوت لعندي على المحل، أنت بتشكي بكل كلمة بقولها أنا؟ شو ها؟ عيار قديه هاي؟ 21 مدام. طيب وهاي؟ 18. فرجيني هالخواتم لو سمحت. هي على عيني. لا تأخذنا، غلبناك. لا ولو، أهلا وسهلا. يسلموا هالإيدين. شرفتي المحل، 100 مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. بهالعين. اهلا وسهلا فيك، نحن من قبل اورام الشلهوب. اهلا، انا فريد والست بتكون حماتي، وهي كرت توصيه منه. يا ميت مرحبا. يا سيدي تاكد تماما انه انا بدون كرت توصيه بعامل زبايني معامله خاصه. اهلا وسهلا فيكم. هذا لطف منك، الحقيقه مسموعياتك مملية البلد. شو طلبكم يا ترى؟ حماتي تفضلي، شو بتريدي؟ بدي شيء طقم مرتب ثقيل يكون. شو المناسبه؟ هديه لعيد ميلاد. اليوم عيد ميلاد مرتي، حابين نعمل لها مفاجاه. ايه على عيني وراسي. شو رايكم بهالطقم؟ تفضلي خانم. شو رايك فريد؟ يعني منيح، ماشي حاله، حلو كلاسيكي، بس يعني رشا بتحب الصرعات وبخاف ما يعجبها. بعدين مبين كانه خفيف، ما هيك؟ ما بعرف، قلبه فاضي؟ معبى، مبطن. بعدين هذا اخر موضه، كثير دارج بهالايام. مو المهم يكون دارج استاذ، المهم نقتنع نحن فيه. على راحتك. بتحبوا اورجيكم شيء اتقال؟ ايه والله يا ريت. ايه على عيني وراسي. بلش يا زن يبكي، قلت لك ما خرجوا طلعوا معنا، ما صدقتني. قديش عياره؟ قديش عمره البركه؟ 3 شهور. الله يسلمك. هلا هذا قديش عياره؟ 21. 21، نعم. ليش عم بيبكي؟ ايه انا بعرف. خلص سيتي، خلص خلص حبيبي. حماتي الولد ما بيبكي الا اذا كان يا جوعان يا موجوع، مو هيك استاذ؟ اه؟ ايه طبعا طبعا. هلا امه غيرت له ورضعته، ايه ما حلو لسا؟ بيكون متضايق من الاحفاد، لانه الاولاد بيتصمتوا من الاحفاد احيانا، مو هيك استاذ؟ ايه بيتصمتوا. ارخيله الاحفاد، بيرتاح بيرتاح. وهي رخيت له اياه منيح؟ ها شفتي شلون ارتاح؟ متضايق من التصميت، التصميت صعب. ايه فعلا صعب. قلت لك لا تجيبي معنا، ما رديتي علي. يا على قلبي ان شاء الله، وين بدي اروح فيه صغير؟ مو انت اللي قلت لها لمرتك روحي ساوي شعرك مشان عيد ميلادك؟ انا بعرف، المهم وين صرنا اساس؟ يا سيدي المحل تحت امركم، شو بتريدوا انا حاضر. اذا بتريد احسب لنا قديش حقه. ايه لحظه على عيني مدام. $158,000 مدام. لا حول ولا قوه الا بالله. رجع يبكي الولد.
ما بعرف شو قصة اليوم، ضايج صغير مدري شو بو. قلت لك لا تطلعي معنا، ما سمعتي مني. طيب شو رأيك تاخده شوي تسكتوا برا انت؟ لا انا شو عرفني بهالقصة، شو بفهمني بالبلاد؟ طيب لحظة عفوا، عطوله هاي ما معودينه على هاي، نحن اساس مو معودينه. ايوه تعال سهري ورقي، اعطيني مصاري. طيب هذا الطقم ما في له حلق؟ بلا مدام فيه؟ إذا ممكن يشوفه. إيه على عيني. بس حبيبي شو صار لك اليوم؟ تفضلي مدام. حلوين، معلش إذا ورجيتهم لصهري حتى يشوفهم بيلبقوا لبعض؟ إيه شو عليه، تفضلي ولا يسلموا. وعندك حاسة سادسة بتكشف فيها الحرامية. مزبوط عندي حاسة سادسة، بس هدول الجماعة اللي فاتوا اليوم بدهم حاسة تاسعة لينكشفوا، ناقصني ثلاث حواس لسه. تعا شو بدك تعمل؟ بدي خبر الشرطة. ما في داعي تخبر الشرطة. شلون ما في داعي؟ مو هذا هو الطقم؟ بلا هذا هو، كمشتي الحرامية؟ لك أنو حرامية هدول؟ يا حبيبي اللي إجوا لعندك وعملوا فيك المقلب، هدول رفيقتي وابنك. ابنك ورفيقتك وابنك حرامية؟ حاجة تقول حرامية؟ هذا مقلب وعملناه فيك لنورجيك انه ما حدا على راسه ريشة، ومهما كنت ذكي الا ما تلاقي الاذكى منك. نعم. لا ولا يهمك. اوكي يلا باي باي. رولانا نعم مدام، شو وين كنتي غطى؟ بالمطبخ مدام. شو صار بالغداء؟ جاهز مدام. طيب روحي اعملي لي فنجان قهوة. حاضر مدام. يا موفق. أمر مدام. بعتت حدا يجيب القواعد من عند الكوة؟ ما قلتي لي مدام. أما هي سمع، معقول أنت؟ يعني حتى لو أنا ما قلت لك لحالك لازم تعرف. أمرك مدام، خلاص هلا بنبعت مين يجيبه. طيب يلا بسرعة. مشي مدام، في شي تاني غيره؟ لا بس بدي شي ببعت لك. حاضر. مشغول مثل عادته. لا لا ما في شيء من هالكلام بنوب، صدقني هالكلام اللي سمعته كله فقاقيع بالهواء. لك ايه صحيح بس كله اشاعات وحكي عدوين. لا بس انا قلتكو يعني بالعربي الفصيح ملزق بالكرسي، مو شر احسانكم من نفخة هواء بطير. طبعا جتني تطمينات من فوق اني بقيان، والله ما بعرف، صدقني ما عرفت اي تفصيلات تانية. طيب اوكي نتهاتف. تفضل استاذ. شو هالورقة؟ استاذ هاي طلب من مدير المرآب من شان. آسي مايا، انا كم مرة قلت لك ما بيصير يطلع لعندي هيك طلب بشكل مباشر؟ المفروض يطلع لعندي عن طريق التسلسل. فهمنا يا آسة ولا نعيد ونفتي؟ مفهوم استاذ، انا آسف كتير. لحظة شوي. مور استاذ. ليش هيك عاملة بحالي؟ عفوا استاذ شو عاملة؟ ليش معطى وشك كل هذا المكياج؟ عفوا استاذ انا ما بدي اسمع حجاج. انا صرت مفهمك اكثر من مرة انه هذا مكان عمل مو مكان سواري. يعني إذا بلا مكياج بيكون أحسن. أوكي أستاذ أنا آسفة كتير. تفضلي على مكتبك.
كيفك حبيبي؟ اوف ماشي الحال. اوف ليش هيك عم تنفخ؟ ما في شي، بس هي السكرتيرة اللي عندي هزت لي بدني شوي. لا معاشي اللي بده يهزلك بدنك، شبه السكرتيرة؟ صرت منبه عليها أكثر من 100 مرة ما تمعت وشها بالمكياج أثناء الدوام، بس مع مين عم تحكي؟ ما في نتيجة، عبس. بتجيني كل يوم على الدوام على آخر طرز وكأنه جاي على حفلة سهرة. وأنت ليش زعلان؟ مو أحسن ما تجيك نفس شعراتها وقلبي خلقتها؟ يعني حياتي على القليل الواحد بيشوف له منظر ببل القلب. يا ماجدة صدقيني أنا ما في شي ببل قلبي بهالكون كله إلا شوفتك. بعدين أنت بتعرفيني وبتعرفي طبعي، لا بحب أطلع بسكرتيرة ولا مكرتيرة، هذا اللي كان ناقص والله. أي والله يا طلعت، أنا بعرفك منيح وبعرف حياتي إنه بيعمره مزاغ نظرك برا. وليش ليزوف بقى؟ يعني في إنسان عاقل بهالدنيا كلها عنده جوهرة غالية مثلك وعينه بتطلع لبرا؟ عم تحكي من قلبك؟ طبعا من قلبي، منين بدي يكون يعني؟ الله يخلي لي اياك. طلعت بدك تتأخر اليوم على الغداء؟ لا حبيبتي رح اجي على موعدي، ليش بقدر بتأخر يا روحي؟ يخلي لي اياك يا رب. ويخليكي انت كمان. صحي ما قلتي لي شو مناسبة التليفون؟ لا حياتي ما في شيء ابدا، بس حبيت اطمن عليك. يلا ما رح اعطلك، بدك شيء؟ سلامة قلبك. مع السلامة. عم ينفذوا عقوبة يا سيدي. عقوبة شو؟ شافتهم الست عم يلعبوا طالب من جديدة، قالت أمرتنا نعاقبهم. امشي 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 ارجو، إذا كان هيك بيستاهلوا. بدي يحكي معك مدام. خليفه. شو يا ماجدة؟ لأمتى بدك تضلي عم تعاقب الشباب؟ لحتى يتربوا منيح حياتي. عفوا مدام. شو يا موفق؟ عاقبت الشباب مثل ما أمرتي. ولا برافو، تربوا منيح؟ إيه الله وكيلك، وما سبتوه بـ100 مرة. طب خلص أوكي، حاجته، صرف أنت. شكرا مدام. على فكرة طلع، هالعناصر ما بينعطوا وش أبدا، دغري بينجلقوا. يا ستي إذا مو عاجبينك ببدل لك إياهم، ولا يهمك. لا حياتي معلش، خلص خليه ما في مشكلة. حبيبي أعطيني رأيك بهالكتبة. من قبل ما أدوقها بتاخد معك. هلا أنت دوق بالأول. شغلك ولا شغل ولا أنا؟ هو شغلها بس تحت إشرافي طبعا.
اسلموا ايديك كتير طيبة. يعني عجبك اشرافي؟ طبعا عجبني يا ستي، انا بعجبني اشرافك على كل شيء، حتى اشرافك علي انا بعتبره مكسب. وسهلا بالصبايا، شرفتونا والله. يا اهلا وسهلا. ايه ماجد خانم، شو اخبار الاستاذ طلعت؟ يا ستي ما في احسن من هيك بالدنيا كلياتها. يا سلام، وكيفك انت وياه؟ اعلى العال، مثل السمنه على العسل، ودائما بيقول لي ميلي حياتي ميلي ومسندك انا. ايه نيالك يا ماجد على هالرجال، بالفعل بتحسدي عليه. ليش دخلك؟ شو بن رجالنا يعني ما شاء الله، وكان حولهم ايه ما بينقصوا عن طلعت بشي، يعني كمان هن مسؤولين كبار بهالبلد ومعيشين بعز ونعيم، ايه ما كنا بنحلم فيه. لا تفهميني غلط يا سهام، انا ما عم بحكي عن هذا الموضوع. لكن عن شو عم تحكي؟ يلي بقصده انه صحيح رجالنا مسؤولين ومدللينا كتير وكل طلباتنا عند المستجابة، بس لا تنسي كمان ان عيونهم زايغة لبرا وراسهم خفيف. هلأ فهمت عليكي، بس صدقيني يا ندى هالشغلة طبيعية كتير، ايه كل المسؤولين هيك الا طلعت، انا هذا انطباعي عنه. ولا انت شو رايك ماجده؟ والله يا ندى انت عم تحكي مزبوط، بتعرفي انا وطلعت عايشين قصه حب مثل الافلام العربي بالضبط، وبحياه عمره عيونه ما طلعت لبرا ابدا، تعدمي ان شاء الله. هلا انت متاكده من هالحكي ولا الزلمه اكل بعقلك حلاوه؟ متاكده حبيبتي، متاكده مثل ما لي شايفتك قدامي تماما. طب وشو اللي خلاكي تتاكدي؟ ها حقلك يا ستي، لا تصدقي ابدا انه في مره بالدنيا ما بتحس على جوزة اذا راح هيك ولا هيك، او خبص له شي تخبيصه، او حب يلعب بديله مثلا، وانا بالنسبه الي احساسي بحياته ما خيبني. والله اذا كان هيك معك حق، وبهالصوره صار لازم ندق لك على الخشب. شكرا، يعطيك العافيه. ميرسي رولانا. دخلك وانت احساسك شو عم يقلك بخصوص جوزك؟ انا بالنسبه لي ما في داعي استعمل احساسي ابدا. اوف، وليش بقى؟ لاني صرت كمشته كمش اليد 4-5 مرات، وانا كمان بمرق له كتير لجوزي. ها ومن تم ساكت. طيب يا جماعه ليش ساكتين؟ سمعت تاني شو عم تحكي؟ قال ليش ساكتين؟ قال يعني عدم المؤاخذه، الخدم والحشم والسيارات والعز والنعيم بيخلوا الوحده تخرس وتبلع لسانها مو بس تسكت. لا حبيبتي لا، انا ما عندي هيك شي بنوب، قسما بالله اذا بحس بهيك شي بخرب الدنيا فوقاني تحتاني فوق راسه. لك عن شو مفكره؟ وساعتها مستعده اتخلى عن كل شي. هو بجوز انت عم تحكي هيك لانك مطمنه او عايشه بالسيف سايد مو مثل حكايتنا. هذا الشي اكيد حبيبتي. اشربوا اشربوا العصير قبل ما يبرد. تفضل. مرحبا يا انسي. أهلي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طلعت موجود؟ طلعت؟ قصدي الأستاذ طلعت. عفوا من حضرتك؟ أنا عدنان. عدنان أنا. وشو بتشتغل إذا بتريد؟ أستاذ لغة عربية. هو يمكن أنت جديدة هون ومشان هيك ما عرفتيني، بقى إذا سمحتي بلغي الأستاذ إنه عدنان بجلال قدره هون. طيب في موعد؟ ولك حبيبتي أنا ما بدي موعد. عفواً؟ آسف إذا رفعت التكليف ضغري، بس أنا هيك هيك طبعي، ما بحب الرسميات. طيب لحظة لا اتصلك مدير مكتبه. أختي أنت ليش لحتى تتصلي وتعسبي حالك؟ فوتي قولي له إني أنا هون وصلى الله وبارك، أحسن ما فوت لحالي. ها لا خلاص انتظرني شوي. ماشي. إن شاء الله. ادخل. عفوا استاذ، في واحد اسمه عدنان حابب يشوفك. مين عدنان؟ ما سالته عن الكنيه بس قال انه بيشتغل استاذ لغه عربيه. شو هالحكي؟ هذا عدنان هرتباش، خليه يدخل. حاضر. يحرق حريش وهالزلمه وين بينط. تفضل استاذ طلعت عم يستناك. شكرا شكرا. Thank you.
تحياتي واحترامي أيها المسؤول العظيم. ولك أهلين عدنان. أهلين حبيبي. أهلين يا حبيب قلبي. أهلا أهلا لك. شو أخبارك؟ وين غاطيت؟ وين أنت يا رجل؟ قسما بالله لك وحشة. لك اطلع من هالبواب طلعات، اطلع من هالبواب. لو كان إلي وحشة كنت سألت عني، تحركشت فيني، بعثت لي خبر، ولا هانت عليك رفقة الدراسة وعشرة العمر طلعات. عود 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 وخلصني عود. هلا مو وقت لعتاب. أنا سماية بعطينا اثنين قهوة سادة ولا دخلي حدا لعندي. الله يصلحك، ليش هيك قلت لها للسكرتيرة؟ هلا بتفكرني شي زلمة مهم. ولك أنت أهم إنسان بحياتي. صحيح أنا ما عم أتصل فيه، بس صدقني أنت دايماً على البال. بس اللي بدي أفهمه منك هلأ، أنت وين غاطر؟ وليش بتقل حالك علي؟ ولك حبيبي الأمور اختلفت 180 درجة وما عادت مثل الأول. يعني أنت هلأ مسؤول كبير الله يتم عليك، ووقتك مليان، ومشان هيك أنا ما بحب إجي ضيع لك وقتك بقصصي المعدة. هلأ حاجتك مراوغة، وقل لي شو رأيك نتغدى سوا اليوم؟ طبعا بدنا نتغدى سوا. لكن معقول طالعني بلا غدا؟ ليك التاني على الحكي اللي ما بينسمع. الو رولانا، اعطيني المدام بسرعه. رولانا اسم موسيقي بطير العقل. رولانا. مرحبا ماجدة، كيفك؟ اسمعي انا جايب معي ضيف اليوم على الغدا، رفيقي عدنان هردبشت. بقى رتبي الامور بمعرفتك، ولا تنسي انه الزلمة بطنه كبير ودرسه طيب. اوكي روحي، مع السلامة حبيبتي. حبيبتي؟ ولك حدا بيقول لمرته حبيبتي بعد 20 سنة زواج؟ شو لك عم تقول لها؟ اختي. كمر شي معلم؟ يعطيك العافية انصرف. شو عدنانو؟ عجبك الغداء؟ لك يا سيدي كله حشو مصران. ماشي الحال مو بطال. ها اذا مو بطال وقشيت السفرة كلها، كيف لو كان جيد جدا؟ بدك الصراحة والله يمكن صار لي اكثر من سنة ما اكلت هيك اكل. ايه ما شاء الله. وكان يعني المدام عاملة على كل درس لون، سفرة ملوكية ما في حكي ابدا. ان شاء الله صحة وهنا. لا وانا مثل ما بتعرف الي مراقب الاكل كتير وباكل بنهم، وبينطبع علي قول الشاعر اذا ما نام لا يصحو بضرب، ويصحو حين يسمع صوت أكلي، وإن جلسوا بتسلية بنقل فبالغرفان يجلس للتسلي، وإن قالوا بقاع البئر زاد لأعجله الوثوب عن التدلي، وإن يطلب له الجراح بنجا لقطع يد له أو بتر رجلي فخير البنج أن يلهى بمضغ فيصبح غير ذي وعي وعقلي. يا عدنان شو لك نفات؟ بس يا ترى هذا طبخ المدام ولا طبخ الشباب الطيبة اللي عندك؟ لا 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 لا، هذا طبخ رولانا بس بإشراف المدام. على فكرة المدام بتحب تشرف على كل شيء بنفسها، وبتحب كل شيء بهالبيت يمشي بأمره. يا سيدي الله يخلي لك ياها، يعني من الواضح انكم متفاهمين كتير. مو بس متفاهمين، أنا وماجدة عاملين ثنائي رائع كتير. بس العطر عليك يا مسكين، إمتى بدك تتجوز وتريحنا؟ أنا لا تجيب سيرتي بهالمواضيع منوب، خلاص راحت علي من زمان. أخي لا راحت عليك ولا شي، لساك شاب. تفضل تفضل. الله يجبر بخاطرك، بس الجواز ما بده لا شاب ولا مرد. شو هالحكي هذا؟ بده إمكانيات قبل كل شي طلعات. وأنت شو ناقصك؟ شو ناقصني؟ أنت قول شو يلي مو ناقصني بيكون أحسن. قال شو ناقصك؟ قال بتعرف طلعات، أنا لو كان وضعي مثل وضعك، يعني عز وجاه ونعيم وسطوة ونفوذ ومال وأملاك، الله يتم عليك طبعا، كنت تجوزت بدل الوحدة أربعة. لا أنت التالي، مين عتفكرك تفكير؟ ولا تأثرت لي بمسلسل حجم تولي؟ لا والله يا طلعات، أنا عم أحكي جد. يعني يا أخي إذا الواحد عنده إمكانيات منيحة وعايش ببحبوحة فليش لا؟ شو المانع؟ وين العيب؟ بدك ياني اتجوز أربعة؟ احكي وما بتزعل مني؟ لا يا عدنان، إمتى كنت أزعل منك أنا؟ احكي اللي بقلبك ولا يهمك. يا سيدي بيقولوا صديقك من صدقك لا من صدقك.
ولهالسبب يعني ما بعرف، انا حاسس انك مقصر بحق نفسك شويه. من انو ناحيه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بخاف اقول تزعل مني. لك احكي بقى عدنان وخلصني، ما راح ازعل منك شيء. يعني اللي بقصده يعني صحيح الست ماجده الله يخلي لك اياها، طبعا ست بيت ممتازه وشخصيه اجتماعيه مرموقه وليدي بكل معنى الكلمه، يعني بس هذا ما بيمنع ابدا انك تجدد شبابك مع صبيه هيك صغيره فرفوره. اعوذ بالله. ولك انت شو عم تحكي؟ ولك عدنان اوعى تكون زعلت طلعت. ولك حبيبي ما زعلت، بس مستغرب حديثك. وليش لحتى تستغرب حبيبي؟ انا عم احكي بالمنطق والموضوعيه والدقه والحياد. يعني انت ما شاء الله كان عنك، يعني عز وجاه ومال وشخصية حلوة ومئة ألف واحدة بتتمناك. ما اختلفنا. لا وبعدك شاب؟ ايه ما شاء الله كان عنك، اذا ملت على الحيط بتهده. بقى شو اللي بيمنعك تتجوز واحدة تانية؟ لا وحلو، انت حلو، سبحان الذي خلق لك الوجه الحلو. صحيح ما بقولك لا، بس صدقني يا عدنان انا بعمري ما فكرت بهالشي ولا خطر على بالي اطلاقا. ولك اخي ليش لحد ما تفكر؟ التغيير بالحياه حلو، لا تقول لي طلعت الله يرضى عليك. بعدين البنات الحلوات يا اخي على قفا مين يشيل، بنات حواء وردات وازهار، فاستلهم العقل وانظر كيف تختار. بقى ليش ما بتاخذ يعني شي صبيه حلوه هيك من جبل العرب مثلا؟ يا سلام يا سلام عليهم وعلى عيونهم الدباحة يا رجل. لك كل عين عليهم الأنت، لك هالقد قدها مثل الزيتون الجلط. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. هاي من جهة. من جهة تانية شو عم أقول لحالي؟ عم أقول أنت زلمة صاحب مسؤوليات كبيرة وتعيب وكل بالك محصور بشغلك وبهموم الناس، ولازم تعمل لحالك هيك يعني طقوس هيك خاصة وأجواء حميمية حتى تصير ريلاكس وتخدم لنا هالبلد. وليش من جبل العرب بالذات يعني؟ يا سيدي مو شرط تتجوز من جبل العرب، خد حلبية مثلا. شبههم الحلبيات؟ الحلبية ست بيت من الطراز الممتاز وطبخة لا يعلى عليه بالكرة الأرضية كلها، وعلى كباب وصاجية لخيو وسمائية وسفرجلية وسندوانات وأكل من أحسن وإلكن. وغير هيك كمان الحلبيات بيحبوا يدللوا جوازهم كتير، لقوا حلوات دلع ودلال وكمان وجمال وكتف أكابري إذا لبسوا لخيو طول أوامة الغصن البان. وصدقني يا طلعت، صدقني بتعيش العمر عمرين وبترجعك الحلبية لورا 20 سنة على القليلة. وفوق هالشي الحلبية لخيو بتحب الكيف، بتحب الطرب والفن. أي لكن إيش شايفني فاضي لحتى أقعد غني أنا وياها؟ هذا اللي كان ناقصني. وليش لحتى ما تغني يا حبيبي؟ لا غني يا أخي غني، لشو ناقصك لحتى ما تغني؟ الله وكيلك، الواحد منا بكرة بيموت وما بياخد معه شي من الدنيا. بعيش حياتك، فرفش انبسط، لا تسأل على حدا. بكرة بتغني لك مش قادر أقول انت الجاني وصبر على طول على أحزاني، أو بتغني لك وهي واقفة جنب الشباك لخيو عم بتجاكرك، ومن الشباك لرميلك حالي، ومن الشباك لرميلك حالي، يا طلعت بيك لرميلك حالي. يخرب بيتك يا عدنان، شو انك داعي؟ اوينك طلعت؟ ليش ما بتاخد جبلاوية او من بنات الساحل عموما؟ يا سيدي قسما بالله ما في احلى من عشرتهم الحلوة ومعشرهم الرائع. ما بعرف، يمكن هوى البحر والطبيعة الخلابة مأثر عليهم وحاطيهم ذلك الصفاء النفسي والجمال الرباني. لا وغير هيك بتلاقيهم منطلقات من غير شطط،
جريئات من دون غلط، ونيال كل واحد فيهم ارتبط. بقى إذا بتشوف لك شي بنوتة هيك جبلاوية طويلة بيضة شقرة ممشوقة عيونها زرق بيمغصك بطنك شي طلعات؟ يا سيدي في كل بنت بالساحل بتقول للقمر قم قم روح غيب لا أقعد محلك. بس يا عدنان أنا صرت بالخمسين. لك وإذا كان أتسألين عن الخمسين ما فعلت؟ يبلى الشباب ولا تبلى سجاياه. طيب ما بدك من الساحر خد من حوران. شبه الحوارنة انت مستقل جمال بنات حوران. ولك يا اخي لك يا اخي عليهم عيون بتسطع سطح لها مقلة لو انها نظرت بها الى راهب قد قام لله وابتهل لاصبح مفتونا معنا بحبها كأنه لم يصل لله يوما ولم يصل. وفوق هالشي عندك هالبشرة البرونزاج يا بعد قلبي يعني جمال عربي أصيل ما له أخ. شباب ما بدك من حوران ما؟ طب خذ من الجزيرة. خلاص عدنان خلاص شو قصتك اليوم؟ فلتت علي فلتة وما بيتجوزني. لا 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 تغلط أنا ماني ناوي جوزك. أنا عم أقترح عليك مجرد اقتراح بس اوعى تكون زعلت مني طلعت. لا عدنان ما زعلت بس بدك الصراحة ما توقعت على الإطلاق إنك تفتح معي هيك موضوع. ولك سيدي اسمع وسطيح الحكي بلاش. نحن حكينا وتسلينا وبيني وبينك يا طلعات أحلى من حديث النسوان ما في. لأنه إذا بدي أحكي معك بالسياسة ما رح أخذ منك لا حق ولا بطل. لا تقلي لأنك شو رح تقول هذا سر وهذا مر وتاني يوم بنسمع هالأسرار كلياتها من الفضائيات العربية. يلا بستأذن أنا. لك شو بستأذن؟ بكير شبك؟ لا معلش يا أخي طلعت معلش خليني أمشي. على راحتك بس لا تغلط مثل عادتك. لا لا إن شاء الله بتلطل عليك كل حين ومين. شكرا كتير على الغداء وتحياتي للمدام. خلاص بيوصل بس رح أبعت معك موفى يوصلك. لا دخيلك مالي متعود اركب بسيارات مسؤولين أخذ رجلي على الميكرو. على راحتك. لا مو من شان شي بخاف تفقص الطعمة بتمي ودبرها وقتها إذا بتدبرها. طيب يا سعيد. هذا مالك. وصلوا لعدنان على الباب. تأمر معلم فضل. يلا الله معك. سعيد أهلي وزني قديش بجي لهو ما كنت عارف الباب. سألنا كبار التأودة. شو راح الضيف؟ راح مدام. العريضة تقرضه شو لزق؟ إلو قاعد 3-4 ساعات ما كان يقوم. وينه سيدك؟ برا مدام. لا وجوزي بيستخف لي دمه وبيسمعنه. بتعرفي؟ ما في حدا بيأثر على طلعت غير هذا عدنان وهذا الشيء كتير بيضايقني. حق معك مدام. أوف وشو عرفك إنه الحق معي؟ يعني عفوا مدام أنا ما بيحق اللي أحكي بس حضرتك عودتينا كل شيء منشوفه أو منسمعه منحكي لك يا. ليش شو سمعني؟ مدام الله يخليكي لا تحرجيني. ولي رولانا؟ نعم مدام. انت من امتى كنتي تخبي عني؟ اعوذ بالله مدام انا خبي عليكي؟ حضرتك بتعرفي قديش انا بحبك. لكن احكي شوفي. بصراحة مدام انا سمعت الضيف عم يحكي حكي بشع. حكي بشع؟ مثل شو؟ كان عم يقول له لسيدي ليش ما بتجدد شبابك تتجوز وحدة صبية صغيرة. شو هالحكي؟ متأكدة من اللي سمعتيه؟ ايه والله يا مدام ايه والله وانا كنت محتارة قلك ولا ما قلك بس بعدين قررت اني قلك. ايه برافو عليك يا رولانا. على كل حال روحي انت شوفي شغلك ولا تجيبي سيري ابدا على الشي اللي قلتي ليه. امرك مدام. يعطيك العافية ماجدة. شو طلعت؟ طول ضيفك كتير ما هيك؟ يمكن ارتخت مفاصله بعد الأكل الطيب.
دخلك شو كنت عم تتوتوت انت وياه؟ ها؟ شبنا؟ مالك معي بنوب؟ لا معك حبيبتي ولو؟ طلعت كنت عم اسألك شو كنت عم تحكي انت ورفيقك عدنان؟ ابدا ما في شي، حكي وبربرة مثل عوايده، بس الصراحة حب الاكل كتير ومدحك. هيك لك مدحني؟ فعلا. بضحك شو هالعدنان هردمشت، فعلا بيحكي مواضيع بتضحك، فعلا انه نحفي. فعلا فعلا انه نحفي. شبك اليوم مريضة شي؟ لا ابدا، ليش استاذ؟ كاني حاسك متغيرة وشك اصفر. لا بجوز لاني ماني حاطة مكياج على وشي. صحيح جايز، لكان ابي حط شوية مكياج على وشك بيكون افضل، لانه المكياج الناعم على وش البنت بيوحي بالتفاؤل. حاضر استاذ، امرك. أمر مدام، قالوا لي إنك طلبتيني. عدنان هردبشت، بتعرفه منيح؟ عدنان هردبشت رفيقه للمعلّي؟ أي نعم. إيه بعرفه. بتعرف وين بيته؟ إيه بعرف وين بيته. عظيم كتير، لكن اسمعني شو رح أقلك. بتسلم عليك الست ماجدة وبتقول لك ان شاء الله تكون وصلتك الرسالة. طلعت شو اخبار رفيقك عدنان؟ صار له زمان مبين. والله ما بعرف، صار له اكثر من اسبوعين مبين. اوف، شو السبب؟ ليكون لا سمح الله صاير له شيء. شو بدي يكون صاير له يعني؟ لا تخافي عليه مثل الخلد، بس هو هيك له بالعاده بغض غطات طويله، وين؟ الله اعلم. طيب حبيبي اسال عنه انت، مو حلوه؟ يعني انتوا رفقه والله لا يفرق بيناتكم. ما في بالعاده تسالي عن رفيقي عدنان، شو القصه؟ صحيح، بس يعني انا بحس انه انت بتاخذ راحتك معه وبتنبسط. اي والله بيسليني كثير، بكره رح اتصل فيه وشوف شو اخباره. كيفك عدنان؟ شو أخبارك؟ وينك يا رجل لا حس ولا خبر؟ لك ما قلت لك لا تغط علي؟ إيه حاجتك بقى، طلع من هالبواب. شو رأيك تجي لعندي اليوم المساء؟ تجي على المكتب؟ ليش على المكتب؟ لا لا لا، ما بحب المكتب. أخي بتجي لعندي على البيت، بالبيت بناخذ راحتنا بالحكي أكثر. أخي ما بدي اعتذارات وما بدي إياك تجي على المكتب. خلاص مثل ما عم أقول لك، اليوم الساعة 8 المساء بتكون عندي بالبيت، لا تنسى. ماشي عدنانو؟ أوكي، الله معك.
يا عدنان، ما قلت لي من شو هدول الكدمات اللي بوشها؟ شغلة بسيطة، كنت نازل على درج، انت تزحلقت بقشرة موزي وقعت على وشي. طب لا والله يا عدنان، باين الشغلة مو شغلة واقعة، اكيد عامل لك شي مشكلة وعالقام شي خناقة. شو انا ولد صغير حتى اعلق بخناقة؟ اللي كنت تاني شلون بيحكي. المهم هلا بتعرف انه صار لي اسبوع وانا عم فكر بالموضوع اللي حكيتني فيه. انا موضوع الجوازي. انا جوازي شبان عدنان، ما حلك تنسى بالمرة الماضية وقت اللي جيت لعندي وقعدنا هنيك، مو انت اقترحت علي ان اتجوز على مرتي؟ انا اقترحت عليك تتجوز على مرتك؟ ايه انت، وبالعلامة قلت لي خوت بنت صغيرة مشان تجدد شبابها. تجدد شبابك؟ اما هي سمعة قال يجدد شبابه، قال ليش مالك شايف حالك كيف ختيرت وهرهرت؟ ايه بقى ناقصك جوازة تانية انت؟ عال والله بده جوازة تانية. نكتة الموسم هي. شي انت اكيد صار معك فقدان ذاكرة، ما في كلام. طيب انا رح ذكرك اكتر، ما قلت لي خود بنت من جبل العرب لانه الجبليات حلوة، او خود حلبية لانه الحلبيات لهم مراقب الطبخ والطرب، او خود جبلاوية لانه الجبلاويات. لك شو عم تخبص انت؟ شو عم تخبص؟ ايه ما صار بيني وبينك هيك حديث منوب. لك شو جنيت انا لحتى افتح معك هيك موضوع؟ جنيت انا؟ مشان الله طلعت لا تمزح معي هيك مزح، مشان الله. بعدين اذا انت ناوي تتجوز على مرتك يا اخي تصطفين، بس مو تلزق الشغلة بظهري. طلعت العمى بعيونك العمى، لك انت شو عم تحكي انت؟ شوف طلعت، انا رفيقك وبمون عليك وما بنصحك تعمل هيك شي على الاطلاق، وقسما بالله اذا بتفكر مجرد تفكير انه تتجوز على الست ماجدة، لا انت رفيقي ولا انا بعرفك، انت من طريقي وانا من طريق. عفوا يعني العامة قال يتجوز على الست ماجدة، قال روح اضحك بعبك وحمود ربك واشكره انه عندك بالبيت هيك جوهرة نفيسة كل الناس بتحسدك عليها. لك يا سلام، لك يا سلام، سلم على الست ماجدة شو أكابر. ست بكل معنى الكلمة، جمال، أناقة، فهم، ذوق، ثقافة، علم، تواضع. لك هذا كله غير حضور الاجتماع المؤثر وشخصيتها الفريدة وذكاء المتقد وبديهيتها الحاضرة وحديثها العذب ولسانها الدافي وأفكارها العصرية ومنبتها الطيب وأصولها الشريفة العريقة وقلبها الكبير. بعدين وينك؟ وينك طلعت؟ قاسما عظما والله على ما أقول شهيد أنه هالمركز المهم اللي أنت فيه وكل هالعز والجاه والنعيم يلي حواليكم والست ماجدة كوم. طول بالك عدنان، شو صار لك؟ لا يا طلعت، لا أبدا، مو هيك بتتكافأ الست ماجدة. بالفعل أني انصدمت فيك وما كنت متوقع يطلع منك هيك شيء أبدا. ما بعرف شو بدي لك. لك ما بعرف لك، يعني كأنه أنت مو طلعت اللي بعرفه أبدا. لا أبدا مو طلعت أنت اللي بعرفه منوب. الله لا يعرفك بحكمة، شو عم تحكي أنت؟ شوف طلعت، صحيح الكرسي بغير والمنصب بيعمي على قلب البني آدم وبعض المسؤولين بيصير معهم هيك نزوات ولحظات طيش، بس بصراحة مو لهالدرجة، مو لهالدرجة منوب. ومو أنت يا طلعت، مو أنت أبدا. معلش طلعت، ولو بدك تزعل مني زعل يا أخي، أنت حر، بس لا تأخذني بهالكلمة. أنت انزلت من عيني، سقطت سقطة شنيعة. قال شو بده يتجوز بنت صغيرة؟ ليش شبه هالست ماجدة؟ هالست الأصيلة يلي صبرت معك وكافحت وشقيت لحتى وصلت هالمواصيل، شو ذنبها؟ هذا جزات معروفها معك؟ لا، وكأنه ما بتعرف انه وراء كل رجل عظيم امرأة. لك مالك علي يمين تحلفني، لولاها كانت نهشتك لدياب والواويات وصرت تركض حافي بالبراري. هيك صرت هيك. لك عدنان، خدنا بحلمك، خليني فهمك، شو بك بحد فرد تحتي؟ كمان بدك ياني ما انبحت؟ لا، بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين. عن إذنك سيد طلعت، أنا ماشي، بس قسما بالله إذا بتفكر تتجوز على الست ماجدة، لا أنا رفيقك ولا أنت رفيقي، فهمت؟ أوعك طلعت.
طول بالك طول بالك عدنان. شو طول بالك؟ برا طول بالك برا بطيخ مبسمير. عال والله عال، هذا اللي ناقصنا. حلو عليك الباب جوا بلقيت حدا الا لست ماجدة. اني انا ست ماجدة بتسلم عليك كثير وبتتشكرك على الكلام الحلو اللي حكيته بحقها. بتتشكرني الي؟ على كل حال انا ما حكيت الا ضميري. مفهوم مفهوم. تفضل، هاي هدية صغيرة من ست ماجدة. يسلموا هالايدين. الحقيقة ما كان في داعي الست تلبك حالها، يعني انا عملت واجبي مو اكثر. وبتقول لك ست ماجدة جهز حالك للسفر عن قريب. سفر؟ لوين؟ الست عم تسعالك بوظيفة ملحق ثقافي بشي سفارة من سفاراتنا برا، والموضوع تقريبا انطبخ. انطبخ؟ عن إذنك. ملحق ثقافي؟ أنا؟ أنا ملحق ثقافي؟ فعلا غريبة. بس يا ترى كل يلي بيبعتوهن لبرا مش كل جية مثلي؟